أنا الآن متواجد في منتصف ساحة سلطان أحمد، هذه أي صورة؟ أعطيكم وقفة كاملة. هذا المترو مكان المترو، هذا مكان الباص السياحي، الباصات السياحية نوعين، نوع يجي أحمر ونوع يجي البني. هذا كل باص له قسم. أنا الحين في المنتصف، هذا سلطان أحمد، وهذيك الساحات الثانية إذا طلعت تطلع للسوق، والاتجاه هذا بعد السلطان أحمد راح تطلع على طول على الأسواق، طريق السوق البازار، بازار معروف يعني عندهم. المهم أنا من عشاق منطقة السلطان أحمد، والسلطان أحمد أفضل على العوائل أكثر من منطقة ششري وأكثر من منطقة تقسيم نفسها. إذا كان شباب الوضع يختلف. ليش؟ لعدة أسباب. أنا ساكن الحين تقريبا جنب الساحة يمكن 100 متر أو أقل. إذا بقول المزارات اللي بجيها عندي الحين، هذه أي صوب وجنبها بالاتجاه هذا القصر المغمور، وعندكم الباص اللي قاعد تشوفونه، هذا الباص اللي قدامي الحين مباشرة. الباص هذا باص سياحي، يعني ينقلك الجهة الأوروبية والجهة الآسيوية. قدامكم الجامع الأزرق أو الجامع السلطان أحمد. إذا كنت تبي تطلع بالاتجاه هذا، أنت شايف الحين هذا شو اسمه أي صوفي، إذا تطلع الاتجاه هذا عندك متحف توبا كابي. توبا كابي أنتم راح أغطي تغطية كاملة. إذا طلعت باتجاه هذا قصر المغمور، إذا طلعت باتجاه هذا تطلع على طول على حديقة قولهان. قولهان حديقة ممتازة، وإذا خلاص خلفها شارع البسفور، على شاطئ البسفور مناظر خلابة في كافيهات ممتازة. يعني المنطقة، وإذا تبي تطلع على طريق ترام من اتجاه هذا تطلع على طول على البانوراما الفتحة القسطنطينية. فهذه تبى لها رحلة على الأقل ما يقارب اليوم كامل، وإذا كنت بتمشي على كيفك تاخذ لك يومين. وإذا تبي تطلع على المحطة هني وتبي تنزل على أمينون قريبة من عندك هني، فيها فعاليات كثيرة، وأنا راح إن شاء الله أصور لكم شنو موجود عندنا. المهم أن الساحة هذه ممتازة، كافيات وقعدات والناس والجولات اللي قاعد تشوفونها موجودة هني كلها، أكثرها في المنطقة هذه. أنا أنصح فيها بشدة، وخاصة اللي عنده عوائل، والكافيهات مفتوحة للساعة 9 و 10 بالليل، المكثرين فيكم القعدات والكراسي اللي تشوفونها هذه في كل زاوية من الساحة. يعني حتى لما تطلع بالاتجاه هذا الكافيهات والشارع والمطاعم الموجودة شو اسمه في السلطان أحمد كلها موجودة، وراح أغطيها شوي. هذه نبذة عامة عن السلطان أحمد. السلام عليكم. أنا الحين متواجد في الساحة الجانبية في منطقة السلطان أحمد، أو ساحة السلطان أحمد، وهذا مسجد أو جامع أزرق، أحد أبراج البيزنطية القديمة. أنا ساكن قريب هنا، والشهادة لله أنا عندي منطقة السلطان أحمد إنها منطقة مميزة. أنا ساكن قريب من هنا، عندك البازار، عندك طبعا هذه ما ادري يمكن بدايه فعاليات الصيف في غالي، هذا السوق جديد توه افتتح مثل ما انتم شايفينه. الزي القديم ترى شغلات حرفية، شغل يد، من أواني، من رسومات شخصية، من هياكل مثل المجسمات اللي قاعد تشوفونها. مساحة السوق هذا جديد، شوفوا حياكة الملابس الطريقة اللي قاعد تشوفونها هذه.
مساحتها يمكن او مسافتها تقريبا حوالي 500 متر. كلها نفس الطريقة، شغلات يدوية أكثر. يعني منطقة حية ومفتوحة. هذه أحد الأمور التي تحسب على السلطان أحمد، وهي الماء السبيل. يعني ما في أحد، هذا بجوار جامع السلطان أحمد، حتى الفقراء والعطشة يشربوا الماء منه. ها أبو وليد، الظاهر ما يعجبني. هذه الأكشاك منتشرة في الساحة. مهندس اللي هي سميت مع النوتيلا ومع كذا. من مرتب اصلا اذا كانت فريش ممتازه. اوكي مهندس، انا الان متواجد في منتصف ساحه سلطان احمد. الباصات السياحيه هذه موجوده في نفس الساحه، منتشره. مجرد انك تقعد في الساحه تلقاها على يمينك وعلى يسارك. اسعارهم، بس انا بحط عندكم معلومه، يعني فيها اتجاهين، في اتجاه يطلع الى الشق الاوروبي بس في اسطنبول، وفيه باص يتنقل بين اوروبا وياخذ اسيا وياها، بس يمر على مراحل شو اسمه، مراحل سياحيه او المواقع السياحيه اللي موجوده هنا. بس اسعارهم الشهاده لله غاليه. يعني هذا البروجيكتور او حاطين شو اسمه جروب كامل، اذا كان عندك تو ادولت اند تو تشيلدرن، يعني عائله مكونه من شخصين ومن طفلين، ب 327 ليره. انا شايف انها غاليه، مبالغ فيها، بس فيها فكره ان كل واحد يطلع من منطقه المنطقه، يعني المنطقه اللي توصلها انت تقدر تنزل فيها وتدوج وتاخذ لك جوله فيها ساعه نص ساعه، وبعدها ترجع لنفس الموقع، موقع الباص، فتركب الباص وتكمل المرحلة الثانية وكذلك نفس الطريقة. بس أسعار غالية، يعني الشخص الواحد حطينا $33، وشايف أن السعر مبالغ فيه، والطفل سعره 17 يورو والكبير 33 يورو. هذا المعلومية بس.